محمد منناوي مع ثامر نويره، تمشي لخليل زيد، يوزع خليل، وين الراس ادم بن نعمد. اوه الهدف الاول، الهدف الاول لصالح النجم الرياضي الساحلي. كانت راسيه ممتازه جدا من ادم بن نعمد، والهدف الاول لصالح النجم الرياضي الساحلي. توزيعه مليمتريه من خليل زيد، ادم بن نعمد يفتتح النتيجه لصالح النجم الرياضي الساحلي. واحد بلاش في 18 دقيقة لعب. وهذا الهدف الأول لادم بن أحمد في بطولة الموسم الحالي بعد ما كان هداف فريق الأكابر ب الموسم الفارط. مهاجم قناص